قصة حياتي شو هي؟ طبعا هي قصة معاناة، قصة مأساة، اللي عشت فيها بالحرب، فقدت الأمل إنه إحنا رح نعيش، إنه إحنا رح نقدر نكفي حياتنا. اسمي أميمة وعمري 15 سنة، جيت لهون بسبب الأحداث اللي صارت بسوريا. سمعنا أكثر من مرة إنه بابا مطلوب، كان يعني ما يقدر يسكت عن الأحداث اللي صارت. يعني لما فتت على المخيم كثير انصدمت، أنا ما بقدرش بدون المدرسة. أمنيتي إنه هي تكمل تعليمها إلى ما لا نهاية. يعني في صعوبات هون موجودة بالمخيم بالنسبة للتعلم، فحاولت أشارهم إنه دائماً لما فصلت هاي المكتبة حطيت فيه حتى لو مجرد كتب بسيطة، يعني هاي الإمكانيات. اسمي خزامة، بشتغل مع منظمة فيلم إيد الدولية. إحنا نؤمن بدور الفيلم بتحفيز المخيلة. لما تسمع قصة أشخاص آخرين مروا بظروف مشابهة إلك رح تشوف قصتك من جانب آخر. اليوم رح ناخد فيلم عن شخصية ملالة، رح نتعلم منها وإنتوا رح تحكوا لي شو تعلمتوا. ماشي؟ ماشي؟ ماشي. هو الفيلم عم يحكي قصة فتاة شجاعة جدا. هاي المرحلة بيكون فيها مخيلة الإنسان كثير قوية، فبتلاقيهم إنه القصة حفزت مخيلته إنه يبتكر إشي جديد، يبتكر مبادرة جديدة. عم بنلاقي المهارات اللازمة وزيادة، بس مش علاقي مين يوجههم. كانوا الصبايا لما يطلعوا على الفيلم بيحكوا لها أبوها كثير بدعمهم. أبوها شخص لطيف ودود، يعني هاي الصفات اللي لازم تكون بكل أب. شجعها بدل ما إنه يوقفها إنه هي يعني بنت وما لازم تعمل هيك وعادات وتقاليد. عندهم الأب، سلطة الأب سلطة مقدسة. لو أبوها عارضها بفكرة التعليم لا تجرؤ إنها تحكي له أنا حابة أدرس. هلا أخذت من ملالة الأمل والطموح والقوة والجرأة والشجاعة. قصتي أنا ممكن تكون مش حزينة، فيها نهايتها إشي حلو يحسسك إنه أنت لازم تعيشي لأجله. هدف حياتي إني أطلع بالمستقبل محامية لحتى أدافع عن حقوق البنات. ملالة جاهدت مشان العلم. أنا بفكر بالأشياء اللي ممكن تخلي الإشي القادم أحلى.